أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر آمين. وبعد بياري الله تعالى لجل سيد ويستو چهلو حفتو من لتدريسي كتب الفقه المنهجي جلدي دوم لا فريد ويستو چهلو سي قيشتنا بابي الوصية مبحثي وصيتك أميش موزوعك برحال أم باب دا ذكرك لي. تعريف الوصية: الوصية في اللغة الإيصال. وصية للغة إيصال يعني قياندن متصل كردن. إيصال فرق كالقل إيصال يعني رساني دن فارسي اصطلاحا، يعني اشتي بقيني بشتي كيتر متصل كي بشتي كيتر. مأخوذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته. لأما قراغة وصيت الشيء أصيه أو اشتمتي كرت وصيت لبابي وعدس وعد يعيدو. إذا وصلته كات اشتي وصلك يجي وصيت الشيء. بس وصيد لإيصال لأولا للغة خوش هكي تشيه كوصيت يعني يا أوشتي كيسا وكو بيجي مسمى وصيته وصية دلالتي لزركا وجهكي أوسا كتو وصية أكي بو كسي بمالي كتبشي كتو كوسا ومالي أجيني بفلانا كز متصلي كي بفلانا كز. ها والوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد. وصية وإيصاء للغة هردو بيق معنى. تقول أوصيت لفلان بكذا أو أوصيت إلى فلان بكذا، بمعنى عهدت إليه. عهدت إليه بمعنى أوصيت إليه يعني وصية بكرت بو أو ذكر مكر بو أو وصية مكر. فزوتري هم بحرف لام وهم بحرف إلى. أوصيت لفلان أو أوصيت إلى فلان. على أوصيت إلى فلان بحث إيصاء وصيتك بكرت كي أو كارب بقرة أحديها. فاز بمعنى عهدت إليه. إيصاء يعني كسب كيتتي وصي. وصيتي جوزوا اشتيق دي بنفركي سبحسي أنا كايك بيك. وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى الموصى به. أما جعل وصية بمعنى مصدري لسرى ذكر كرا يعني اسمي مصدر بيت. أي وصيتك وارد أبيت بلان بمعنى مصابهية وكوشون وتمان وقف بمعنى موقوف الموقوفة لرج وصيتي بمعنى مصابهية كاذ يعني أو شتيكوا وصيتك كراوة كأوى مثلا بدري بفلانكس بخدي أو شهر أو تري وصيت يعني أم كلمة ومعنى اسم مفعول كيشيتي. ومنه قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. فزيسا ليرا من بعد وصية أفرمي خواهي تعالى بحثي ميراسك أفرمي أول فريضي خواهي تبارك وتعالى زل ميراسة دين ياغ من بعد وصية توصون بها. آيتك آيتي دوازدسك أفرمي دواي وصيتك ووصيتي فيك إتي ليرا أم وصيتي يعني أو مالايا أو شتيك وموصابهية موصابهية يعني أصل كبرى وتيتي كي يكسوم مالكم بفلانكس أو يكسوم لرفي وتري وصية كبمعنى اسم مفعولكس كمان مصابهية حليبي. وتكون مصدرا أتواني مصدر يجبت بمعنى الإيصاء بمعنى إيصاء. ومنه قوله قول الله تعالى أوصى يوصي إيصاء. منه قول الله عز وجل شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. حين الوصية يعني حين الإيصاء كاتي وصية كردن كاتي وصية كردن. بس لرا أم وصية بمعنى مستريتت كما بحثي تشيه أفرمه أجر كسر كان كوب بنابر أما أم آية بحثي واكا قل سفرها أحيانا كسر نبو قركت عن وصيته بكن لو يدو شاهد بقرنا بعنواني انكزنو دو شاهدك اگر ايج لخوتان نبون اتوان لغير مسلمان نجف كان الشاهد او تايوتن او شوينة اكريم غير مسلمان بو ام حالتا لسفرة حالتي كي ضرورتا او ان بقري تشاهد. مثلا كابرا بالسفرة ازاني
احتمال يزنيته حزك وصيتك وصيتك لو يدك زبقتها بهرحال. لكن الفقهاء فرقوا بين اللفظين فقالوا إن معنى أوصيت إليه أحدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلا. أما لحازي لغويبو أما فقهاء فرق ينخصته يعني إيصاء أوصيت إليه يعني وصيت بو كرد كأو بياوة أو شخصة ويتسر برستي شؤون كاروباري جماعتي كأفرادي كقاصر يعني نابالغ من ألاني كتيواني كساني هنكي أم وصية كعبة فلانة كسك سر برستيان بي ولتاريخ الإسلام عمل زور زور بوا كمتاسفاني إذا أمرونا ما يعني ديانة زعيف بوا. الآن إمام غزالي رحمة إخوالي بأخوي براكي باوكيان وفاتك وصية كعبة نفرك كبيابي كباجة بيجي أم من ألانا وصية كم للرقي طلب علمي شرعية سر برستيان بكولو الرقاب يعني وصاويت أول ما عمل برسة بس أوصيت إلي يعني أول وخصوا هذا بالوصاية والإيصائي أأميان خاص كذبته بشي بوصاية وإيصاء يعني شي أقو ترى وصاية وترى إيصاء بحث تيه نفري بكيت سربرستو وصي لسركي لسر جماعاتي أفرادكي كم سنوصال يا فتيوي يا كنكسي. ومعنى أوصيت له يعني تبرعت له وملكته مالا وغيره. معنى أوصيت له يعني شيء يعني تبرعكم بوكر شتكم بي بخشي شتكم بي دا ومالكم بملكتي أو درها وردو ياشتاني كتر غيري أول. بس أوصيت له يعني شيء أوشتم بعنواني وصيتي أبو أو دانياق بدريبي. وخصوه بالوصية أم يعني تايبتو بحثي أما بيوتري وصية بس وصية بابي أمسا بحثي أمسا إيصاء وصاية بحثي سرفرسيو ولاية لسر أفرادك نابالغ. والوصية شرعا ستعريف وصية. والوصية شرعا تبرع بحق مضاف أتواني بحق مضاف بخوينيتو أتواني بحق مضاف بخوينيتو أقوتت بحق مضاف مضافك أبيت صفة حق أقوتت بحق مضاف أبيت صفة تبرعك يعني رفعك صفة تبرع جرك صفة حقك كي ظاهرا ظاهرا أقبو حقك إضافي بكي أو لا ترى لبرشي لبرويك تبرعك استأكريه بلام كي أبيت إساء إخواني لبحثي وصيتها من كما صار إساء وصيت كم بيجم وصيت بي أو شتي من بفلانا كذبت إستا تبرعكم كذا ولي جاري أصلا نوى تحقي فلانا كذب كي أوي تحقي بعد الزوفاة بعد الزوفاة تو أوي تحقي بس حق مضاف يعني حق كي دواي بعد لما بعد الموت بعد الموت ها مضاف إلى بعد الموت وكو وصوت بيتي أوصيت بكذا يعني وكو وصوت بيتي قال بعد موتي بس أجب يجين حقك مضافك يعني صفة حقك بها أو لا ترى شن تبرعك شيء تبرعك حالا حقيقة نوت حقي أو إضافة نوبو أو كامل نوسيني أو برحل تقديرك يا أواسا أوصيت له بكذا نجي بعد موتي مضافا لما بعد الموت خب بحق مضاف لما بعد الموت حقك مضافا لما بعد الموت يعني دواي مرك أوي تحقيك كابرا إيسا نوى تحقي تبرعك إيسا أكريه ولكي أوي تحقي موسى له بعد الموت أتواني حتى ليب قريتو كابرا وصيت كنند أتواني بيجي من وصيتك كم كردوا أصلا بين آدم حيش إني كيشيني وصيت أقديك جائزة خب يعني لازمني. وسمي هذا التبرع بالوصية لأن الموصي قد وصل به خير عقباه بخير دنياه بويا في وترا وبم تبرع وترا ووصيت شنك موصي يعني وصيت كننده بأم وصيتا خيري عاقبتي وصل كردو بخير دنياي خوش يعني على أنك وعلى دنيا دا خيري دواي مرقشي وصل كردو بخيري دنياي وصيتي كده بو دواي مرقي خوي خير عقباه يعني خيري شي عاقبته آخرتي.
فاز وصيت أمبو تبرعك تبرع بحق مضاف، تبرع بحق مضاف، تبرعك بشي حقك مضاف لما بعد الموت بعد المرق أو تحقي أو كسوى وصيتك بوكري. طب الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليك الأخرى، فرق بين وصية وبين ما باقي تمليك، تمليك يعني بملك درها وردنو عتاكر دنو بيبخشينو إلى آخر. فرق بين وصية وما باقي تمليك كان شيء أما كشتب ملكتي كسيكي تردربيري. يتبين من تعريف الوصية الفرق بين الوصية وبين غيرها من أنواع التمليك الأخرى، إذ إن التمليك في الوصية مضاف إلى ما بعد الموت، بينما هو في العقود الأخرى كالهبة مثلا تمليك في حال الحياة. درك بيل التعريف وصية فرق بين وصية وبين ما باقي نعكان تمليك، چونك تمليك لوصية إضافة بلاي دواي مرقى، يعني دواي مرقى موصي أو تملكي كابرا أكد هذا نقرأت وفشي ما نبه لوصيتك، ولي هبا كمني سيجم أم كتبه بوتو كتو قبولت كردو بردتها وهاري سبوتا ملكتو. هبا يا عقودي تر كالهبتي مثلا وكو هبا مثلا تمليك في حال الحياة، حل إستابي داوة حل حال حياتي خويا كردوتي ملكي أو كيتر. دليل ما نشير مشروعة وصيتا كتاب سنة إجماع. الوصية مشروعة ويدل على مشروعيتها الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وإجماع علماء المسلمين. وصية مشروعة يعني شرعية، ودلالة سن مشروعيتي أو أكاتي قرآن والسنة الشريفة في غنبر عليه الصلاة والسلام، قرآن كريم والسنة الشريفة في غنبر عليه الصلاة والسلام، عمل صحابة رضا ورحمة خائن لبي وإجماع علماء مسلمان. أما الكتاب فقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لسرت عن نسرياوة فرز كراوة كي أجر يكيكتان مرك هات السراغي إذا حضر أحدكم الموت أجر مرك هات السراغي لراتشبك إن ترك خيرا، ما دام الدواي خوي مالش تكي جهش تو دواي خوي خيرك من دون مالش تك جيبيلت وصيتي لسر نسريا ولسرت عن نسريا وصيت بوكي للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وصيته كي وصيت كي بو دايكوباوكو كسوكاري نزيكد بتبكي عرفو عادتي جامعة أميش حقا لسر أهلي تقوى جامعة نسخ بوسو ما آيات النسخ بوسو بآياتك لسورة النساء بحثي تيكا يعني وجوبك لرا فرز كراوك واجب حتما وصيت بكيبو او مالي دواي خدشي في بكي وصيت بكابريجي او مالان بو فلانا كز امان بو فلانا كزنا خوي تعالى حقي هر وارسي كي عطا كردوه لسوري نساء في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارسين تازه وصيتي قرقني بو وارس خوي تعالى حقي بهر حق داري حقي خوي جاك روتو كوابت ام آيتا منسوخة تقريبا اجماع ازانا يعني شي لسرى كنسخ كراوته ابن تيمية فرمي برحمة بي يعني نقل اتفاقي كردو لكتي منهاج السنة جلدي شوار لا باري ديوسو سي وهروها كتي مجموع الفتاوى جلدي بيز لا باري سيسد ونود حفت. نقل اتفاق الأمة على نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين في سورة البقرة بآية المواريث في سورة النساء. اتفاق زنان نقل كذا كم آية نسخ بوسو بآية كاني ميراث لسورة النساء. جا جالب شيء جالب مساء خلكان تيجن لقرآن نسخ نية آية منسوخة من نية نازن شيء كان بمثال أم آيتانا وتماشى تفسير ابن كثير إيش بكان هل جيري أم آيته أو إيش بحثي كذا. إمام القرطبي رحمة خوالي به أفرمي اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة. إذا قرطبي اختلاف نقلك فقيل هي محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين الذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة.
كوا إمام قرطبي أفرمي جماعتي وتيان الخير أما آية منسوخ نية آية كاف ظاهرة كي عموما جيني ولي معناه خصوص يعني عام يراد به الخاص منزور شيء منزور دايكو باو كي كوارز نبن خب شو دايكو باو كي وارس نين دايكو باو كي كافر بن يا دايكو باو كي كبرد بن كوا أفرمي جماعتي وتيان أما بو أو دايكو باو كتايبته هر باقية صحيح أوسا أما عام بو أم آيته دواي أو إخوائي تبارك وتعالى بو آيتاني سوري نساء بحث ميراثي مشخص كردوا أو إنيت بحرحال نسخ كراوتو بازم أقربوا دايكو باو كي كافر ببن لرا بازم آيتك حكمك باقية بو أوان كي أقر كابرا وصيتي كي كردوا يعني مسألة كي هي وصيتي عن بوبكا يا كسوكاري كوا وارز نبيت قاله الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري أما الرأي ضحاك وطاووس وحسن بسليه قوايا اختيار إمام الطبريشة وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر إمام الزهري جوتيتي وصية واجبة كم تزوري أبي حرب به وصية به قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء اللذين لا يرثون جائزة إمام ابن المنذر فرمي إجماع زنان لسره وصية بو دايكو باو كواو إرسناوان يا بو كسوكاري كفاميل كوارزنين جائزة وقال ابن عباس والحسن أيضا وقتادة الآية عامة وتقرر الحكيم دقرت أفوا وتقرر الحكم بها برهة من الدهر بلام ابن عباس وحسن بسري وقتادة فرمي أن آيتك عامة حكمك زمان لزمان كان بو بلام كي ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض أواني وبآيات فرائض نسيبك أنجياك راوته فرائض أنجياك راوته أواني نسخبونته بلام ما باقي شيء جائز أبو كساني كتر وقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى رأي كتر يقصي كتر شيء يقصي كي محكمة أميشة وترى آيتك سوري نساء نيك تنهى نسخي كرته ضميمه كتريز ويكوتكي أول نسخيان كروتو وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أو حديث الشريف سكه رواه أبو أمامة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وتياني على وبر أو آيته أو سكه في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث حقي قشتي داقو توصيتك نية فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرثي على الصحيح من أقوال العلماء وهي الرأي جماعة العلماء وتيان النسخ أم آية با حديثة نبا آية كان بلام للاي إمام الشافعي أما قوينية شون إمام الشافعي معتقدة سنة قرآن نسخ ناكاته ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذ المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوصى أقام حديث نوايا أكريا بين أو آيتان ميراث أم آيتي وصية جم بكرته باش إخويا لم ميراث بوان لم لا شاء وصيتي شام بكر جياكا بلام أوانية ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذ المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوصى أو ما بقي بعد الوصية لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع كوابدة إجماع إذا سر دا مزرياقك دايكو باوك ميراسي خويان أوان أو كمشخصه ونهاية والشافعي وأبو الفرج وإن كان منع من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه حرشان شافعي ما قصي قرطبي بوتان أخوين لو كتبي خون كنويسي ما إجماع كاز نقلي كم بوتان شافعي وأبو الفرج هرچند ايجن قرآن بسنة نسخ نابيته بلام صحيح يا وسك جواز يزقوي قرطبي فرمي بدليل أن الكل حكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في كل أن الكل حكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء بدليل أيك همولة لا يخوي جرهاته بلام نكتكوا لرا قرآن متواترة لفظك أيها مي متواترة بلام سنة متواترة نية حاليبي ثبوتي قرآن تواتر يزولي سنتك حديثة كان متواتر نين أو متواترة شو نبي بحديثة كي ظني نسخ بيته ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا أحدا يسقس كي من أوجوا وداته إمام قرطبي
إما هرشند أم خبر بآحات في مانجيجا، لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث. فلام إجماع المسلمين شل سره وصية بوارث جائزني على أن المسألة الإمام الشافعي وصية بوارث أجكرا ما دام وارثه كان راضي بالهميان مشكلة إجني. لا وصية لوارث لا أصل وصية بوارث جائزني. يعني شيء يعني جهاته قبل ما دام بإرث ميراثي خويا ليكسوما وصيهاته چی موسیحات و وصیتی کرد مادام وارثان راضی نبن او وصیت بوی ناچید هر کامیان راضی بو وارثه کن به اندازه بشی او لو وصیتا چی بو وارثه کن اگه اینه لا انشاءالله. فقد ظهر ان وجوب الوصیت للاقربین الوارثین منسوخ بالسنت و انها مستند المجمعین. پس در کوت وجوبی وصیت بو اقربین کوا وارث بن چه دایک بن چه بابو کن چه غیرم نسخ كراوتو إذا بالسنة بيابيجين بأحاديث آياتك بارحال دركو دمار تفسير قرطبي جلدي دو لابرز يسو بنجوهشتا تويستو بنجاونو أم مسألة ذكر كرلو. إمام الشافعي رحمة خوالي بأفرمي وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر إلى آخرك. يعني إجماعي لسر دامز فيها وكوصية بوارزني بلام لتفسيرك بين زانايان بحث هيك آية إساء وصيتك كرا تنفيذ بها أنا. خب كتب يعني فرضة يعني فرض كرا ورستان خيرا يعني مالا بالمعروف يعني بالعدل الذي ليس فيه ظلم للورثة كمنو تنبع عرف منزول لراتشيها بالمعروف يعني بالعدل بعدلك وظلمك بوارسان نبيت. وقوله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين أفرمي ميراث أو تقسيم كن بعد وصيتك ويوصي بها مورث أو كسيك وإرسي لأبريته إرسي جيتي لي وصيتك كذبه يا دينك هميشة دين وصيت أكويت بشي شي ميراث ولبشرت وصيتك ليكسوهم بيشترنا بإجماع زانايان دين ووصيت مقدمة لسر شي لسر ميراث. يعني جار الدين الدين جواله بيشي ميراثي چا حتى على ما بزنن وصيتك كوتو تبيش بمعنى وني وصيت واله بيش انا دين باتفاق واله بيشي ميراثه ووصيه عفوا. يعني كابرا ما دام قرضار بي مثلا فرض ك 100 مليون قرضار 100 مليون يجيش دو تا هيچ نمينه تو گشت ادري بده هيچ نمينه تو وارثه تا وصيتك. وقول الله وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم أي من داران با شهادة بينكم يعني شيء با لبنت أنا شهادة بدري شهادة شاهد بقرن كاتيك كتان مرقي نزيك وبيت الوالد سلام مرقى للسفر وأوانه دا حين الوصية كاتي وصية دوكس بقرن بشاهد لا صاحب عدل كاني خوتان يعني مسلمان جاء لا إذا ما أفرمي أجا مسلمان نبو أو آخراني أجر من غيركم أجا مسلمان نبو قيناك أبو أم حالته جائزة أي شهادتي كافر قبول كري فقد لم بابته لباب أم مسائل مالية أم حالته بحسي لسر لبين زنانك قبول كري ما باقي الأصل وسقبول ناكري. أما السنة فأحاديث عدة لسنة أحاديث كي تشند هيك دلالتك لسر مشروعية وصية منها ما رواه البخاري في كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده وصيتي هر إنسانك يا وصيتي بياو يا وصيتي إنسان أبيل ليسر يا نسر يابد يعني منظور شيء مكتوبة عنده يعني شيء يعني هميشة يسيبتي وكناري سري بالينك يا لمالا دينا باتفاق كتب ريها تبروبوي مستحبة وصية باتفاق يعني وصية درها حال مستحبة ولخو وجوبكي بحثي لسه. ومسلم في أول كتاب الوصية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده حقه هج مسلمان اقنية
که وضعی وابد شتیکی هبی که با وصیتی بوبکا یعنی مالکی هبی شتیکی هبی حقی نیه که یبیتو لیلتینی دوشو بدات سر مگر و وصیتکی حتما نسریابیتو للایاب بیت یعنی مالی کسی که هللا شتیکی هلل جل حالاتی که واجب بی وصیت لحالاتی که چی مستحبه أقيم الله إن شاء الله كلهم أحكامي خمسة بسر جاري أبي بس ما حقه يعني لا ينبغي له نابت وليس من حقه حقي نية إذ الحزم والإحتياط أن تكون وصيته مكتوبة عنده شون حزم جدية إحتياط أو إجابك كوصيتكي نسرابت كامل لا يحاضر بك لأنه لا يدري متى يأتيه الموت فيحول بينه وبين ما يريد شون كنازاني كي مركتيت بيني أو بيني أو يواجرك يسي حائل بيت مانع بيت ومن السنة أيضا ما رواه ابن ماجة في الوصايا باب الحث على الوصية عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم الوصية محروم كسي كوال وصية محروم بيت أم حديث سندك قوينية إسناده غير قوي وقال عليه الصلاة والسلام من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له هركسي لحالك بامريكا وصيتي خوي نويسي وسو يا كردويتي أولا سر رقاي راس ولا سر طريقي سنتي في غنبر فوتي كردو عليه الصلاة والسلام ولا سر تقوى وشهادة مردوة ولحالك مردوة كخواقنا عكاني بخشي وأم حديثي سندكي ضعيفة راه ابن ماجه باب الحث على الوصية أما الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا لله تعالى أما صحابة رضي خوايا لبي عادتي أنواب بعض الأموال كان ينوصيتي أنا كذب لبرغ أوك خوالي الرازي بيت عبادتي كي خوايا كذب بيت أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنس رضي الله عنه قال كانوا أي الصحابة يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنس أفرمي رضي خواه لبي صحابة أنزك إلى آخر صحابة كوفاتك إلى صالي تقريبا نودو دوسي وأوانا فوتيك أفرمي الصحابة كاتك وصيتي أن أنوسي وصيرنامي أن أنوسي لصدري وصيتك لأول يا أنوسي بسم الله الرحمن الرحيم أما أوشتيك وفلان كسي كري فلان كس وصيتي فيك قرانيت وصيتك هل حتما مسأليك مالي بي حتى وصيتك كأخلاقي بي مشكلة قنية أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون جوانا أجر إنسان وصيتك أكا أو أمفير بي دأبي صحابة رضي إخوايا لبيت كوصيت بالإيمان وتقوى أقلوا يعني وصيتي كذلك أولا شايتي أداب لا إله إلا الله ويا وصيت أكاك أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادت بدا أو كسيك وصيتك بواكري شهادت أداب يعني جي خواي تعالى باويك محمد صلى الله عليه وسلم عبده في غنبري خواس ووك قيامة تيتو حتمية شكيتيانية ووك خواي قوري أوانيك مردون زندو يانكاتو ووصيت أكا بكسك ومن ترك من أهلي كسك ودواي خوي جيهشت ولخان وادو كسكاري تقوي خوي تعالى ببي بيني خوي إصلاح كان إتاعتي الله وبيغمبركي كان أقا مؤمن ووصيتي أنكا يا وصيتي كردون بويك حزتي إبراهيم نوكي إبراهيم عليه السلام عليهم الصلاة والسلام كي يعقوب وصيتي أن كذب من الله كاني خوي كي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون خواهی گوره دینی حلب جارد و بایوا اسلامی حلب جارد و بایوا اوی بعنوانی دینی که مورد رضایتی خوی قرار دا دی نمرن مگه با مسلمانی نبی دی چون
نمري ما قبل مسلماني نبي كي زاني كي أمري نسأل الله العافية وحسن الختام منظور وسأل بردام لسر دين إسلامي تاركات مركات سراغ لسر إسلامي بمري يعني أول. أما الإجماع يعني أما عمل الصحابة، أما الإجماع فقد انعقد إجماع فقهاء المسلمين منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم على جواز الوصية ولم يؤثر عن أحد منهم منعها. إجماع الصحابة هل دوري إجماع فقهاء المسلمين هل دوري صحابة رضي إخوان اللي به تا أمره لسر جواز وصية دا مزراوة ولحيت كامي كان قولك سراغنية كمنع أميكر دبيت تقريبا تحج كتبيتو بياناك إلا إجمع نقلك أبو يسن قريكي نتبين بجم أولوين أتوان مراجعكم بمغني محتاج جلدي سيلا بري بانصد ونودنو منار السبيل بداية المجتمع وهل كتبي كتبت قريكتتو إجمع نقلك أبو خف سؤال آية إيسا تو زندويت إستا صدق بي خاص ريان وسيتك يقينا إستا بوشي شو إستا تو خوفت هيك فقير كبيتو نيازي بيشتري تسواي قولا فرمي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون درجي تشاكا بدز نايرن مقر انفاقك تان لو شتيبك حزي بيك تجا دواي خود كمردي تتوحر هيج ملكيتي كدني أو يشار باشا ولي لحيني حياتي خوتا ببخشي باشترة أو ساتمي الصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية صدقة لحال حياة لوصية كردن برترة حديثي شي لسرة الصدقة المنجزة يا منجزة منجزة في حال الحياة أفضل وأكثر ثوابا صدقيك قاطع قطعي ببشرت شروط كل حال حياتك كابراء إيدا والشرط شروطي بوداناني وأجا أوها تبرو أجا أماها تبرو أجا وابو أجا مردم إلى آخر أو أفضلوا ثوابي بيشترى وأعظم أجرا أجري شي زورترى من تلك الصدقة التي يتصدق بها الإنسان بعد موته لو صدقيك وإنسان دواي مرجي خوي صدقيك يعني وصية وهي الوصية لأن الصدقة في الحياة تنك صدقة لحال حياتها أسبق في تحصيل الأجر والثواب صدق لحال حياتها أسبق بشي أجري بش بش شو بيجن سبق جيران دزلة تحصيل أجر بدأسها وردني أجر ثواب لا أو صدقة كيتر يعني أم سريع ترقبوله بي أم باش ترقبوله بي أم زوترك بيت نسيبت وأكثر دلالة يا دلالة هدو يبيت على صدق المؤمن في إيمانه وبيشتر دلالة أكثر يعني إلا تجهة كاتميزة كذكرك لحازي دلالتي لسر صدق إيماني مؤمنك بيشتر دلالتك بو شو يسوى لحال حياته نيازي يزب مال ومرت هيج نيازي كينيا ورغبته في الخير والإحسان وحبه لهما بيشتر دلالتك على سر ميلي لسر كاري شاكو وإحسان ووكوا محبتي هزبو أم شاكو وإحسان قال تعالى فاستبقوا الخيرات خواهي قرأ فرمها فاستبقوا الخيرات يعني سي يعني سرعات بقرن سابقة بدا برو ريقاي خيرات بيشي بقرن وقال تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يعني انفاق كان لويك وبيمان أتاكردون إتيخوا لويك بيمان أتاكردون براكم فقد منظور مالو داراي مادينية حاشتكي ترتوت تواني ببيت علمت هاس أخلاقي خوشت هاس فنو تجربية كت هاس صنعتي كت هاس يعني أجر أما فيري مردم بكري فرا مهمة مردم إحساسك خيرات وصدقات فقط بول داينة كابراز أوسايك كابراز نازن نجارك كابراز صنعتقرك بي بيجي بيجي أجي ستو يكبي بولايتو لغر خوافيري كيما انفاق بولي لنا سيني يا بيتي قيتيك أجر فرتر لخلقي سيني لم كم تبسيني أما انفاقك يعني قشتي مما رزقناكم لا هر شيء كبير من داون بل أوكم مرق بيت السراختان فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين أو كاتب يجي خواجان أو بنام خيتو دواوة يكمي ترفر ستن بيبا تامني صدق بدم وجزي شاكا كرام خواج قراء فرمي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون خواه هرقيز أجل ناخات دواء قرهات وأويش النبيك أخوي سبحانه وتعالى نزاني تو أجر بمايت عملي صالح أكذي أنا أخوي خبير بويك وإيه وإيكن عزمت بو
ازمد بو تا هيت كاري چاكبك خوا خبيره بو ازمد بو تا هيت هر نيدي خوا خبيره بو اذا كانكيني امتحانت فز داوسا نسال الله العافيه وحسن الختام. رواه البخاري وروى البخاري في الزكاه باب اي الصدقه افضل تش صدقيك برتر. ومسلم في الزكاة باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح صدقي صحيح الشحيح شحيح يعني أو كسيك و نوع بخل إحساسك على بخشيني مال يعني مال خوشويستة حرسي هذا سر مال صحيح يعني سالم أخي كابرا وقت النخوشة كما يجي احتمال يبمرن با خيراتكم ولكسيك سالمة صحيحة حبي لمالك حسب مالك أميدي زندقية أميدي كسبو كادر أو صدقة مهمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فنوي أبي غمري خوا عليه الصلاة والسلام چه صدقيك أجري بشتره؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى تأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فرمي أو صدقي أن تصدق وأنت صحيح شحيح صدقي بدي لحالك توشيد صحيح شحيح سالم وسلامتي يج نخوشين إحساس ناك إلى خد شحيح شيء وكل أخوارها ورديتي أي من شأنك الشح وهو البخل مع الحرص يعني شحتها شح بخل يعني نداني مال الرخوة حريص بي لسر مال خوشويستيو إنساني كيش بمال ندين للريقوة يعني أو حالته ببي تخشى الفقرة لفقر بترسي وتأمل الغنى وأميدي شد ببي كسروتمند بي يعني ما طلبي بيجي به من سروتمند من لولو شان بترسي فقير بي ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا لا تمهل إمهال مكة هاي جي إمهال وامها ومكان بخين دواوة ميخ دواوة تاكاتك بلغت الحلقومة كاتي جيانا جيتا قرقو خريكا الروح ودراتي أو كاتي تبيجي يعني شي ميت السلامرقا أو كاتي يجي لفلان كذا ولفلان كذا أو بفلان كذا وبيتو بفلان كذا وبيتو وقد كان لفلان لحالك خويبو خويبو تيني فلان يعني شي يعني أصلا لحالك تبساتو فرصتي أيشتن نبيت تازو ميت السلامرقشا ناتواني بشتل ليكسو بوخشيتو إلى آخر وچه بسا وقتی حتی اویشته نبه تو زو بمری خوی بوسه اینی فلانه کس و فلانه کس و فلانه کس بوسه اینی وارسین ها بلغت الحلقومه یعنی قاربت الروح الحلقه والمراد شعرت بقرب الموت یعنی احساس بکی که مرگ نزیک کوتو تو لفنان کذائی اخست توسی و تتصدق یعنی دست بکی تیس وصیت که تو ایسا صدق بدی وقد کان لفنان ای اصبح مالک ملکا لغیرک و هم الورثه مالکت خاهي نخاهي لو حالتي كوايت السلامرقا حدي أقل دو سومي بوتا إنيكي ورسة حدي أقل دو سومي بوتا إني ورسة يك سومي ماوتو حتى لو حالتيش ده صلاة تدبي أقل فرصتي تدببي يعني تون لنخوشيني مرقا كبرا ناتواني شد ببخشي مقل لا يك سوم كم تربي. وروى الترمذي وهاتب ويبيغم القافين وقد كان لفلان يعني فعلا هربوا دو سومي بوا جاري. وروى الترمذي في الوصايا باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. أها نفرك واللكاتي مرقى صدق بدا يا برداء زادك. عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق يعتق هي يعتق هي عتق أعتق مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. مثالی کسی که کاتی لسر سر مرگا برده خوی آزاد کار لانی مثالی کیه؟ مثالی کسی که تیری خورد و چشتکه لبرده میام و تو جیاب بود تو ات خو نتونی بیخوا آه یهودی هدیه چشتکه اذا شبعه کاتی خوی تیر بود. آو مثالی کسی که کتیه که لسر مرگا یعنی تا او کاتی نیازی پی بود آزادی نکرد ایسه خوی امری خو اوی جهر بکلکتی فایده هست سوابی هست ولی ات فرق که تو لکاتی که خود برسی تو ایثار اکی نفری کتر هلبجیری خوای گور اخلاق من چاکی یا رب العالمین هلبجیری نفری کتر لسر خود
او باشتره تا زمانی که وقت تیر بوی چشته کم آوتم اجی بایی دم فلانه کس اوی شهر باشه اوی شهر کاری که خیره ولی نوکو او کیتر ای ام حدیثه امام ترمزی و حاکم صححه الترمذي وحاكم حسنه صححه الحاكم حسنه الترمذي وابن حجر شروا تصحيح كذبلا الباني وارناؤوت للمعاصرين تضعيف يعني كذبوا يعني زناني بيشتر ظاهرا قوي يعني زاني وحديثك حكمة مشروعية الوصية مشروعية أم وصية حكمتي شيء مقتضى القواعد الشرعية أن تكون الوصية غير جائزة أها أجل جرك مان به بر أساسي قواعد شريعت عمل كين مقتزا ودا أوي واش قواعد شريعت داوا يأكاتو بر أساسي قواعد شريعت أبي وصية جائز نوايا وناشرعي ويا بو هروكو شون وقف أجر شرط بودانا وقفك شرعي نبو وصية نوع بخشينا بيوكو وقفك ناشرعي بيت تو هبكة شي به هبكة يا أوجتي وأدي للريخوان ببشرت شروط به مقتزاي وزا جائز نوعي لأنها مضافة إلى زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله شنك إضافة بولاي زمانك زمان أم كارسول دقريك إتر لو حالته حقي وصيت كنندك لو مال براوة قطع بوا يعني كسي كمر تواو سبحان الله خواهي يعني موضوعك عجيبة زندقين إنساني تعليبة أي من سأنا محرسة وأفهم وقر مقالة وين هل أول لحظة كمرت وكو أو في أواي بتوع حفظك تيكورة وتم إلى جمعة كان على خد في قسمة قلت معها تا لباسك وتي كورة شيء جي حتى عجنا كيش وجنا كيش ويني خدني مرديت عجنا كيش نيتوني حتى عند تا معويك أبي عدة بدأ تصلو عدة وفاته وأنا سبحان الله يعني هل كمردي تواوتر جزاك الله مخشي بس إذ الموت مزيل للملك شنك مرك ملك لا واتو لبيني أوا ولكن الشرع الحكيم أجاز الوصية بلان شريعتي حكيم وصيتي جائز دانياوة لما فيه من مصلحة للموصي بديل أو مصلحتيك بوصية كنندتي أيهس وهلوى لأقرب أقربائه وللمجتمع هلوى مصلحتي أقرباء مجتمع كسكارا زيكا كانوا مجتمع كومالقاكي هاتيا أما مصلحة الموصي مصلحة وصية كنندا فهي ما يناله من الأجر والثواب على وصيته مصلحة وصية كنندا وسك أجر ثواب بدستري لسرتي لسر أو وصيتي وأيكا فهي ما يناله من الأجر والثواب على وصيته والذكر الحسن الجميل بعد مماته ناوي جواني ذكرك ويشخوي خيلات حسناته ناوي كباش جيتي لدواء خوي الله فلان أكز وصيتي كد يمارستان دروس كان لما لكي مثلا حنا يباشا وخوشا وأما مصلحة أقربائه يعني غير وارثكان فإن الغالب في الوصايا أن تكون للأقرباء الذين لا يرثون مصلحة الآن منالك فيج لبابة بمري ما دام برايتريهس أو حجبة منالاني أو حجبة بي مثلا فرسك بياوي سيكرها يكي لكركان يجني خواستو دو مناليهس إذا أم كرة بل لبابة كي أمري دوايو بابا أمري بابا كمرد أو دو براكي تري من الله كاني أنكر حجبة كان لميراس ميراس ناقي فيها بلان چيه زانان إذن مستحبة وإيسي لدولي مصر وأوانا دا وكان وصيت يكسو ما واجب وصيت كابو كي قانوني عندان ياغا ليكسو ما واجب وصيت كابو من اللانا حتى شرعان هيتيان بي ناقي بلان مستحبة چي تايبتن بو أوان وصيت كابو چي بلان شرعان ميراسيان بي ناقا بلان أواني شر كرزاي أمن شايان الرواني باشك وسيتي أمك أو سيجي ليرا اسلي باواي أوان تويت باواي أوان بابيان كوري أو بياواسا دو كوري تريهن بابيان مرد قبر لب باوايان يقصى كم أقل كذا بايت قمشي تينا كبير قوي راس بياوي سي كوريهن يكي لكوركاني جني خواسو مناليز إيسا أم كوريك جني خواسو مناليز بر لبابك أمري بابك كبعدان مرت او دو براي يعني او دو ماموي ام قرانا ام منالانا امان حجبه كان لميراث ناتوان ميراث يعني بيناقي
خب أما مصلحة أقربائه فإن الغالب في الوصايا أن تكون للأقرباء الذين لا يرثون بموجب نظام الإرث في الشريعة الإسلامية غالبا مثلا بو فاميلانك برأساس نظام إرث لشريعة الإسلام بموجب يعني بأويك وشريعة الإسلام من نظام إرث لشريعة الإسلام إيجابيك برأساس أو إرث ناون فيستحقون بالوصية قدرا من المال نتيجة أو وصيتك بو يعني مستحقي قدر إجلا مال ابن وهم غالبا ممن يحتاجون إليه غالبا كساني في شنكوا نيازي نزب أول. وأما مصلحة المجتمع فإن الوصية باب من أبواب الإنفاق في وجوه الخير العامة كالمساجد والمدارس والمكتبات والمستشفيات وغيرها. أما مصلحة كومالقابة قشتي وصية لو جاتيك وصية بابك لأبواب إنفاق خيرات للرخوة لوجوه خير عامة لرقاهاية كي خيري توجوه أزاني وشي خيري عامة رقاهاية كي عمومي وكو مساجد ومدارس وكتب خانة كانوا يا مكتبات كتب خانة كانوا يا بحر حال جيقاي مكتبة معناه جيقاي مكتبات جمعي مكتبات كتب خانة كان ومستشفيات يعني بمارستانة كانوا درمانقا كانوا غير أمانة. وفي الجهات العامة كذلك كالفقراء والأيتام والعلماء همشين لجهاتي كعامة أموصي تأكري وكو فقير كانوا هتي وكانوا علماء. وبهذا كانت الوصية من قوانين التكافل الاجتماعي في نظام الإسلام ولا يخفى ما في ذلك من خير وفائدة. ألم جهتيك أزاني وصية يكك لقوانين تكافل اجتماعي للنظام الإسلامي. تكافل اجتماعي يعني شيء التكافل تبادل الإعالة والنفقة والمعونة يعني شيء يعني ويكو تكافل لباب تفاعله يكتر شيبكن يكتر يارمتي بدن يارمتي دان همكاري كردن كومك كردن رعايتي يكتر كردن نفقداني يكتر كردن خرج ومخارج يكتر دان كومك كاري يكتر بون لرزق وروزيا اوا لنظام اسلام يعني اذا ما سبب بيشي لجامع وكوملقاشي او تكافله واقع بد ولا يخفى ما في ذلك من خير وفائده وهيج مخفيجني او خير وفائديك لم تكافل دا موجوده. حكم الوصية كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين لا تأير به لندوا تريش الله دامي سبحانه الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.